السلام عليكم. مرحبا. فيديو جديد اليوم غندير واحد التمرين بخصوص الدول الأسية والدول اللوغاريتمية. دونك حنا مازلنا في الدرس هذا، نشوفوا هاد الدالة هادي لي جد إكس لي معرفة علينا ب أن موان إكس على بويسونس كات موان تروا إلين دو إكس. قاليك أسيدي دوني لو دومين ديفينيسيون، مجموعة التعريف، ديتيرميني لي ليميت دو جي أون بويس لانفيني زيرو بلوس، يعني تحديد لي ليميت النهايات، اتيدي لي فاريياسيون يعني جدول التغيرات و اف بريم، و كالكولي جيد ان يعني و اي ديدوير لو سين دو جي يعني الاشاره ديال الجي. مفهوم؟ و في لابارتي الثانيه كاين هاد الفونكسيون الثانيه اللي هي اف دو اكس كتساوي 3 موان اكس بلس ال ان دو اكس سور اكس 3. اس سيد اف هو المنحنى ديال هاد فونكسيون اف 0 بلس لانفيني، اندر سوا فات 0 بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ ديتيرميني ليميت 0 بلس واول نتيجه هندسيا، والليميت في 0 والليميت في بلس لانفيني، ونبينو ان هاد لا دغوات هذا المعادله ديالو موان اكس بلس 3 واحد المقارب اللي هو مقارب مائل بجوار بلس لانفيني. مفهوم؟ واحسب هاد اف بريم يعني ندرسو الاشتقاق، ونرسمو جدول التغيرات في السؤال الموالي يعني دغيسي لو طابلو دو فارياسيون اي تراسي سي دي اف. هما شباب او تراسي هاد لا كورو دو سي دي اف. مفهوم؟ نبداو على بركة الله في التصحيح ديال هاد التمرين هذا. دونك السؤال الاول اللي هو دوني دومين ديفينيسيون دو جي، يعني مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي. دونك صحيح ou bien correction. Ouais, mais l'exercice de la chouïa, je vais écrire les questions en français ou je vais écrire les français pour que je vais écrire chouïa nous, ou je vais écrire chouïa en arabe ou en français, et je vais écrire en français international. C'est ce qui est. Yani, donner le domaine de définition, quel que soit x, il est DDF, appartient à DDF, équivalent que, déjà, on dit, on a g de x, sous la forme de 1 moins x à la puissance 4 moins 3 et les 2x, il y a que je sais. Donc, dans mes définitions, c'est x, c'est un polynôme, c'est un polynôme, c'est ln de x. Donc, on a le domaine de définition de ln de x, c'est 0 plus l'infini, yani x strictement positif. Vous yani x appartient à DDF, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que x strictement positif. Enfin, ça fait. Il yani, y a de la partie à dire de R, il y a de la condition. C'est-à-dire que x strictement positif est équivalent que x appartient à R plus étoile. Enfin, ma chère, ça fait de la dîme, je m'en ai dit. Donc, DF est égal à 0 plus l'infini. Enfin, soit le tani. تحديد لي ليميت في بلس لانفيني وفي زيرو بلس، يعني اون كالكولون لي ليميت. دونك لا بروميير ليميت اون بلس لانفيني دو جي دي اكس ايت ايغال سي لا ليميت اون زيرو اون بلس لانفيني دو 1 موان اكس على بويسونس 4 موان 3 الين دو اكس. دونك ليميت في الانفيني فواحد البولينوم وعلى كناخذ اكبر دوغري عندي هنا على بيسونس 4، يعني ما عنديش فيها اشكال. بقات لي هاد الالين هادي ليميت في بلس انفيني ديال الالين صافي بلس الانفيني، ياك؟ دونك هاد لابارتي تمشي بلس الانفيني مع هاد الموان صافي موان الانفيني، اكزاكتومون موان الانفيني. اكس على بيسونس 4 اون بلس الانفيني بلس الانفيني مع هاد الموان هادي صافي موان الانفيني موان الانفيني موان الانفيني، دونك صافي موان الانفيني. مفهوم الشباب؟ Donc, car limite en plus l'infini d'il moins x à la puissance 4, ça fait moins l'infini. Et limite en plus l'infini d'il moins ln de x est égal à moins l'infini. Et la somme de moins moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, limite plus l'infini d'il g de x est égal à moins l'infini. Bon.
هاد لا كونديسيون هادي المهم غادي نشوفو علاش. دابا نشوفو خصنا ندرسو الفروع اللانهائية او المهم ليميت في الزيرو بلس ديال جي دي اكس هي ليميت في الزيرو بلس ديال ان موان اكس على بيسونس كات موان تروا الين دو اكس. دونك ليميت في الزيرو بلس في الالين كتعطيني موان لانفيني مع هاد الموان صافي بلس لانفيني ياك الشباب. دونك 0 في x على بيسونس 4 صافي 0 يعني ما عندي حتى شي اشكال يعني 1 بلس لانفيني صافي بلس لانفيني دونك اكزاكتومون بلس لانفيني ياك الشباب. علاش؟ حيتاش ليميت ديال ان دو اكس في 0 بلس اتيغال ا موان لانفيني و الموان مع الموان صافي بلس لانفيني دونك بلس لانفيني و اكس كتمشي هي 0 غتبقى ليا 1 بلس لانفيني سي بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك ليميت في جي 0 بلس دي جي اكس ايتيغال بلس لانفيني. دوزو السؤال اللي من بعد اللي هو ايتيدي لي فارياسيون دو جي. دونك افون دي ايتيدي لا فارياسيون دو جي خصنا ضروري نقولوا واحد 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 الجمله وصافي يعني دونك اس جي اي ديريفابل ديريفابل هادي راه كنديروها في العربيه بالعربيه ولا بالفرنسي ما كاين حتى شي اشكال في نيفو باك. جي ديريفابل سور اش سور 0 بلس انفيني مجموعه التعريف وكيف ما قلنا بان الا كانت مجموعه التعريف مغلوقه كنفتحها ضروري. علاش؟ حيتاش خص تكون ضروري قابله للاشتقاق في تو لي بوان ديال هذاك الانترفال. وحنا كيف ما كنعرفوا دي فونكسيون ايزويل يعني راه معطيين لنا انهم ديريفابل في مجموعه التعريف ديالهم ولكن علاش كنفتحوهم؟ حيتاش في هذوك لي بورن يعني في الزيرو ولا في بلس لانفيني في الزيرو ولا في بلس لانفيني خصني ندرس الاشتقاق او ندرس قابلية الاشتقاق. مفهوم؟ داكشي علاش خصني ضروري نخرجهم من الانترفال ديال ديجا هذيك الفونكسيون ديريفابل. مفهوم؟ دونك كار علاش؟ حيتاش سوم دي فونكسيون ديريفابل يعني عندي اكس على بليسونس 4 ديريفابل و ال انت هو ديريفابل دونك سي ديريفابل يعني سوم دي فاري سوم دي فونكسيون ديريفابل. ما عليناش دونك كيل كو سوا اكس بارتيان ا 0 بلس لانفيني او بيان ار اتوال بلس جي بريم دو اكس ايت ايغال ا كوا هي 1 موان x à la puissance 4 موان 3 ln de x c'est prime c'est-à-dire est égal dérivé de 1 c'est 0 moins x à la puissance 4 c'est moins 3 x à la puissance 3 moins 4 x à la puissance 3 moins 3 ln de x la dérivée d'IA il y a 1 sur x yani moins 3 sur x. Vous voyez, mes chers? Donc g prime est égal عندي x اكبر قطعه من الزيرو ياك الشباب. يعني خصني نحاول انني نشوف يعني كيف ما عندنا هنا موان موان غادي نحاول انني نفاكتوريزي به. عندي موان 4x على بيسونس 3 بلس 3 سور x. دابا كيف ما كنشوفوا الموان هاد لابارتي بوزيتيف مع هاد الموان صافي نيجاتيف. مفهوم؟ يمكننا نديمونطريو او كيل كو سوا اكس اب سوبيريور ا 0 عندي 3 سور اكس راه ستريكتومون بوزيتيف ما عندي فيها حتى شي اشكال 4 اكس على بيسونس 3 يعني ديريكتومون راه بوزيتيف لا سوم ديالها راه بوزيتيف مع هاد الموان غتولي نيجاتيف 4 على بيسونس 3 بلس 3 سور اكس ستريكتومون نيجاتيف. مفهوم الشباب؟ دونك جي بريم راه نيجاتيف فهاد لو دومين دو زيرو بلس انفيني يعني ان جي ديكروسونت ستريكتومون ديكروسونت. مفهوم؟ دونك جي اي ستريكتومون ديكروسونت تناقص يقطع. مفهوم الشباب؟ دونك لو تابلو دو فارياسيون سو سيت فورم دونك زيرو بلس لانفيني. مفهوم؟ دونك جي بريم غير معرفه في الزيرو يعني كيف ما كنشوفوا راه الزيرو غير معرفه فيه
Donc ça fait G6, G prime. 0 plus l'infini. Donc, باش نعرف انا جي امتى كتساوي لي 0. دونك يمكن لي ندير ان جي بريم دي اكس كتساوي 0 باش نجبد داك المماس الافقي. فهم التانجنت اوريزونتال. دونك صافي 4 اكس على بويسونس 4 بلس 3 خص تكون كتساوي لي 0 ايكيفالون. دونك صافي 4 اكس على بويسونس 4 اي ايكال ا موان 3 سور 4. دونك اكس على بويسونس 4 Donc c'est très très difficile. يعني même que je ne sais pas, يعني يعطوني جوج ديال الحلول ولا ثلاثة يعني فهم. دونك ما نحتاجش. دونك تي دومونديوها ليا ولا شي حاجة اللي يمكن لي نحددها. دونك راه في السؤال اللي من بعد راه قال لك كالكولي جي ده. يعني راه كاين تما شي حاجة ما عليناش. دونك عندي ستريكتومون نيجاتيف. دونك جي راها ديكروسونت. ليميت في جي في بلوس انفيني عطاتني هي موان لانفيني. والليميت في الزيرو بلوس عطاتني هي بلوس لانفيني. يعني سي فغي. ولكن كيف ما كنشوفو جي في الزيرو بلوس كيعطيني بلوس لانفيني وفي بلوس لانفيني كيعطيني موان لانفيني, يعني غادي يقطع ليا داك المحور ديال الافاصيل. يعني كاين واحد البوان, دونك إل إكزيست واحد البوان, المهم إل إكزيست واحد بون إكس زيرو أبارتيان على زيرو بلوس لانفيني, تلكو جي ديال هاديك إكس زيرو كيساوي ليها زيرو. الكونديسيون ديما راه كاينه تيوغيم فالور انترميديير ولا المهم كنستعملوا هاد الكونديسيون هادي هنايا. فهم الشباب. دونك كاينه واحد النقطه هنا اللي كتساوي ليها صفر. وشنا هي يمكن لي نحددها, ندير جد اكس كتساوي ليها صفر ونحل المعادله ديال جد اكس كتساوي صفر. فهم السؤال اللي من بعد قال لك اسيدي كالكولي جد ان. دونك لا كاتريام كيستيون, جد ان ايت ايغال فيما بنت لي اكس نعوضها بقى. يعني صافي ا موان ا موان ال ان دو ا على بيسونس 4 صافي. دونك اي هذيك هي 0 ما عليناش موان 3 ال ان دو ا ال ان دو ا صافي 0 ا موان ا صافي 0. دونك ا دونك حنا لقينا هذيك البوان اللي كنا كنقلبوا عليها اللي هي جي اكس 0 صافي. دونك اكس 0 ايتيغال ا, يعني جي ا ايتيغال 0. فهم يعني في الاوف سول ذات احداثيات واحد صيغو هنا كيقطع ليا داك السيت جي, كيقطع ليا محور الافاصيل. يعني كيقطع ليا محور الافاصيل. فهم الشباب. هادي هي لا كونديسيون اللي كنحسبو جي اكس كيساوي ليا زيرو. يعني اش من بوان بالضبط هذاك المنحنى ديال جي كيقطع ليا محور الافاصيل. مفهوم. دونك اسيدي قال لك اي ديدوير لو سيني. يعني كيف ما كان كما شفنا بان جي د ان يعني فهاد البوان ان دونك لا كتنعدم ليا جي. دونك كيف ما كنشوفوا بانها بلس لانفيني, يعني كمثال يعني غندير سيني واحد واحد تقريبي. يعني كيف ما كنعرفوا بان معرفه في زيرو بلس لانفيني, كيف ما شفنا في الزيرو بلس عطاتنا هي بلس لانفيني, يعني غيكون على هذا الشكل مقارب. اوف موا اوف بلس لانفيني كيساوي موا لانفيني. مفهوم. يعني غيكون المهم غادي يقطع ليا هاد العجب هذا. يعني غيكون انا واحد الشكل ضروري خصني باش نحسب انا اف دو اكس سوغ اكس ونحسب داكشي كامل باش نعرف واش كاين واحد مماس ولا شي حاجه بحال هكا. دونك غادي يقطع ليا, نفترض انا هو غيقطع ليا في هاد النقطه اللي هي كيف ما شفنا اللي هي ان زيرو, يعني هي واحد زيرو. مفهوم الشباب. يعني لو سيني دو جي, يعني اش من بارتي جي كتكون بوزيتيف واش من بارتي جي كتكون نيجاتيف. وشنو كتعني جي بوزيتيف ولا جي نيجاتيف؟ يعني امتى كيكون جي فوق هذا المحور ديال الافاصيل الابسيس, امتى كيكون فوق منه, امتى كيكون تحت منه. اللحظه اللي كيكون فوق منه دونك راه جي هنا راها بوزيتيف. مفهوم. وهاد لا بارتي هادي جي راها نيجاتيف. مفهوم الشباب. دونك راها باينه, يعني ما بين 0 اكس, يعني اكس لينا حنا عندنا حدا هذا هو الاول ابسيس اللي فيه اكس, وهذا لوردوني اللي فيه ايغريك او اف. مفهوم. اف دو اكس صورة ديال اكس. دونك مهما يكون اكس ينتمي الى 0 فان يعني اي اكس عطيناها عوضنا في الجي, اسمحوا لي انا الجي راه غيكون الجي راها بوزيتيف. مفهوم. في هذا المجال بالضبط, يعني عوض ما كاينش هنا الجي, ما كايناش في هذا الانتغرال, هذا كاين غير في هذا الفوق هذا.
مفهوم؟ يعني إكس ينتمي إلى 0 1 جيرها بوزيتيف، ومن بعد 1 بلس لانفيني جيرها نيجاتيف. مفهوم؟ يعني إلا خديت إكس ما بين 1 و بلس لانفيني، إكس ما كاين، جي ما كاينش هنا، كاين لتحت فين كاينة، يعني نيجاتيف. دونك مفهوم الشباب؟ دونك كيلكو سوا إكس أبارتيان أ 0 1 implique que g de x est positif. مفهوم؟ يعني فوق محور ديال الافاصيل. او quel que soit x appartient à 0 à 1 plus l'infini, g de x est strictement négatif. مفهوم الشباب؟ دونك حنا سينا لا بارتي الاولى ديال ليكزيرسيس. ندوزو دابا لا بارتي الثانيه ديال ليكزيرسيس اللي فيها ندرسو اف، واحد فونكسيون اللي هي جديده. دونك لا بارتي الثانيه ديال هاد ليكزيرسيس هذا، عندي عطاونا اف دو اكس كتساوي ليا اللي هي 3 موان اكس بلس ln دو اكس سور اكس على بيسونس 3 فواحد الانترفال اللي هو 0 بلس لانفيني، ميم انترفال مفهوم ديال الجينيت. مفهوم؟ دونك قال لك اسيدي ديتيرميني لا ليميت او بيان المهم لا ليميت اون زيرو بلس، وفي السؤال الثاني ليميت بلس لانفيني، ولانتربريتاسيون جيومتريك يعني ليميت في زيرو بلس ديال اف دو اكس اش كتساوي ليا، اللي هي ليميت في زيرو بلس نعوض، دونك 3 موان اكس بلس ln دو اكس سور اكس على بيسونس 3 اتيكال شحال. دونك هنا في الزيرو الزيرو ما عنديش اشكال، دونك عندي هنا ln دو اكس سور اكس. مفهوم؟ هاد ln دو اكس سور اكس دونك جي تعوض في زيرو بلس عطيتيني موال انفيني، وموال انفيني على زيرو، و لانفيني في ان سور زيرو صافي لانفيني، و دونك موال انفيني على بلس لانفيني على شكل غير محدد. ولكن عندنا حنا في هادو الفونكسيون ايزويل يعني الليميت الا كانت عندي في زيرو بلس ديال ln دو اكس سور اكس على بيسونس ار كتعطيني ديريكتومون موال انفيني. مفهوم؟ راه ديجا هادي راه كاين واحد الطابلو ديال هاد لي فونكسيون، هاد لي ليميت لي معطيين لينا. مفهوم؟ دونك هادي كتعطيني موال انفيني، هاد لابار تعطيني موال انفيني مع هاد الزيرو هذا، دونك 3 موال انفيني سي موال انفيني. مفهوم الشباب؟ علاش؟ حيتاش الليميت في زيرو بلس ديال ln دو اكس سور اكس على بيسونس 3 ايتيكالا موال انفيني. مفهوم الشباب؟ ليميت في 0 بلس ديال اف دو اكس كيعطيني موال انفيني. لانتربريتاسيون جيومتريك كيف ما كنشوفوا بان باش نفهموها، دابا عندي هذا هو اف او المعلم 0 بلس عند هذا هو اكس ياك، عندما يؤولي اكس الى 0 ها هو 0 ياك، يعني ملي كيمشي ليا اكس ل 0 اف علاش غتمشي ليا، هذا هو الديسان كرسم عليه اف ياك، هذا هو الصور ديال اكس. اف كتمشي الى موال انفيني يعني اكس غادي، و اف كتمشي ليا الموال انفيني مفهوم، يعني غيمشي ليا الموال انفيني مفهوم على هذا الشكل هذا، يعني غيكون على هذا الشكل غيكون غادي ونازل وكيقرب ليا لهاد اف اللي كتساوي ليا زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك محور الاراتيب دونك محور الاراتيب غيكون كمقارب بجوار موال الانفيني ياك الشباب. دونك لوردوني est un asymptote en plus ou bien au moins l'infini. Vous me savez? Donc, sous l'imnibed, ou étudier les variations ou bien bon, malinage. Limite, ah bon, limite en plus l'infini de f de x. On ne sait pas. Il y a limite plus l'infini de la 3 moins x. plus ln de x sur x. مفهوم الشباب؟ في الانفيني عندي هادي طون فيغ زيرو مفهوم، بلس الانفيني مع هاد الموا صافي موا الانفيني. دونك الشباب ليميت في بلس الانفيني ديال اف دو اكس عطاني هي موا الانفيني. مفهوم؟ في هاد الكونديسيون هادي ملي كيكون عندي ليميت في الانفيني كتعطيني الانفيني، كنمشي نحسب ليميت في الانفيني نفسها ديال اف دو اكس على اكس ياك، كيعطينا دو كونديسيون يعني في حالة عطاني ا ولا عطاني لانفيني ولا عطاني زيرو. الا عطاني زيرو يعني راه محور الافاصيل كمقارب،
كان لام فيني يعني راه كيكون واحد الشلجام، كان عطاني واحد ا كندير اف دو اكس موان ا اكس، كنمشي نحسب هاد ليميت هادي في لام فيني، كتعطيني حتى هي واحد زيرو ولا بي ولا. فهاد ليكزيرسيس هذا قال لك اسيدي مونتخي كو لا دغوات ديكواسيون ايكغيك كتساوي ليا موان اكس بلس 3 ايت ان اسيمبتوت اون اوبليك à la courbe de CDF. مفهوم يعني واحد واحد المقارب اللي هو مائل بجوار بجوار هذا الانفيني هذه. ملي كيعطوني بحال لا كونديسيون هذه كنمشي ديريكت كندير ليميت بلس انفيني ديال اش ديال هاد اف دو اكس ياك الشباب، كنمشي ندير ناقص هاد الايكغيك هذه، يعني كنمشي ننقص منه هاد لابارتي هذه، كندير ناقص ناقص اكس زائد 3. مفهوم علاش؟ حيتاش بحال دابا عطانا هاد الاسامبتوت اوبليك المعادله ديالي هادي، يعني بحال هاد لابارتي هادي، يعني ا اكس كنعطاني بينا غتكون بلوس بي. مفهوم؟ يعني كنمشي ندير هاد الناقص ديك كنمشي نحسبها. الا كان اسامبتوت اوبليك خصو يعطيني كتساوي زيرو. مفهوم؟ يعني خصني نمشي دابا نقلب على هاد المساله هادي ونحسب هاد لا ليميت هادي وتعطيني زيرو. مفهوم؟ ديما الشباب هادي اللي كنستعملها. دونك ليميت في الانفيني ديال اش ديال اف دو اكس صافي هي 3 موان اكس بلس ln دو اكس سور اكس على بيسونس 3 موان موان صافي بلس اكس موان 3 ايت ايكال موان 3 تمشي ليا مع 3 موان اكس تمشي ليا مع اكس تبقى ليا ln دو اكس سور اكس، يعني هي ليميت بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس على بيسونس 3. وكيف ما شفنا من قبل في هذه النهايه هذه انها كتمشي ليها لزيرو، دونك ليميت في هذه كتعطيني ديريكتومون زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك ليميت في لانفيني او مهم يعني راه لقينا ليميت ديال هاد اف دو اكس مو هذاك لاسامبتوت راه كتساوي ليا زيرو، دونك ديريكتومون كنقول بان هذاك لا دغوات دو المعادله لا دغوات ديكواسيون هذاك لا دغوات دلتا d'équation y est égale à moins x plus 3 est un asymptote oblique. Asymptote oblique en plus l'infini. Vous me savez? Ou bien au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc, on a bien la partie. Nous d'abord sur l'imbel. Les voies. الكالكول ديال اف بريم يعني المشتقه نفس النقطه اللي درنا في الجي، يعني غادي نبين بان اف ديريفابل دونك اف اي ديريفابل سيغ هذاك مجال التعريف يكون مفتوح يعني 0 بلس لانفيني. مفهوم؟ كار سوم اي برودوي ولا كوسيون ولا المهم quotient des fonctions dérivables. مفهوم الشباب؟ عندي كيف ما شفنا بأن هاد ln هاد 3 موان x راه ديريفابل، ln تاعي ديريفابل، x 3 ديريفابل، كوسيون ديالهم صافي ديريفابل، دونك ديريفابل. مفهوم؟ سيغ 0 بلس انفيني ما عليناش، دونك باش نحسب الاف بريم المشتقة ديالها، بارتينا 0 بلس انفيني ديال اش ديال اف بريم دو x، اش كتساوي ليا؟ هي المشتقة ديال اش ديال 3 موان اكس ديال ln دو اكس سيغ اكس على بيسونس 3 المشتقة ديالها اش كتساوي ليا؟ دونك 3 صافي 0 موان اكس صافي موان 1 بلس ln دو اكس سيغ اكس على بيسونس 3. دونك عندي فونكسيون سيغ فونكسيون، وكيف ما كنعرفو ديريفي ديال اف سيغ جي تيكال هي جي او كاري اف بريم جي موان اف جي بريم. فهم هاد لا كونديسيون هاد الفورميل هادي هي اللي غادي نستعملها انا. دونك بلس x à la puissance 3, c'est-à-dire x à la puissance 6, 3 à la puissance carré, donc il y a la puissance ta. ln de x, la dérivée de la y est 1 sur x, fois x à la puissance 3. Et que je veux, moins ln de x, fois dérivée de la y est l'état x carré. Bon, donc à t'atteindre, il y a donc, f' de x équivalent, donc il y a moins 1. سيغ دونك المقام الموحد هنايا اللي هو اكس، اكس غادي تنزل ليها تحت كتولي اكس على بيسونس 7 او بالاحرى لا سمحوا لي هنا غاتولي اكس على بيسونس 6 نفسها
هتمشي ليا اكس مع اكس هتبقى لي اكس كاري ياك الشباب، وغادي نعمل بها هي اكس كاري عامل لي اكس، وكتبقى لي اكس كاري عامل لي ان، عامل لي ان موان 3 ln 2 اكس، حيت هنا غتكون اكس كاري نفاكتوريزي بها اكس هتمشي لي مع اكس، هنا غتبقى لي اكس كاري يعني ان موان 3 ln 2 اكس، هتمشي اكس كاري مع ديك لا بويسونس 6، انا اسمحوا لي عندي واحد بلوس، دونك سي تادير غنمشي دابا نوحد المقام باش نحدد كيفاش دايره هاد اف بريم، واش فينا اين بارتي بوزيتيف و اين بارتي نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ دونك اكس على بويسونس 4 هذا هو المقام واحد، هتولي هي ان موان الين موان 3 الين دو اكس موان اكس على بويسونس 4 ياك الشباب، دونك هذه هي اف بريم، دونك هذه هي اف بريم، دونك كيلكو سوا اكس بوزيتيف اكس على بويسونس 4 راه بوزيتيف، مفهوم؟ يعني اكس ديفيرون دو زيرو هذا مجموع التعريف ديال هذا اف بريم هذه، يعني خصني ندرس هذا الشيء الفوق، يعني اشاره او لو سين دو اف بريم هو لو سين ديال هاد لافارتي الفوقانيه، مفهوم؟ سيتادير دونك لو سين de f prime est celui de à la partie il y a 1 moins 3 ln de x moins x à la puissance 4 ou qui fait mèche fna la partie de l'oula en a dit là il y a g de x c'est ce qu'on a fait on a g de x qu'est ce qu'il y a il y a 1 moins x à la puissance 4 moins 3 ln de x il y a exactement donc g ou f prime de x كتساوي لي اللي هي جد اكس، مفهوم الشباب؟ دونك حنا كنقلبوا على لو سين دو اف بريم، وحنا ديجا عندنا لو سين ديال جي، يعني كيف ما شفنا من قبل ان جي راها في 0 1 راها بوزيتيف وفي 1 بلس انفيني راها نيجاتيف، مفهوم؟ يعني نفس لي كونديسيون، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 1 دونك جي راها بوزيتيف يعني اللي هي اف بريم f prime راه بوزيتيف مفهوم او كيلكو سوا اكس ابارتيان ا 1 بلس لانفيني راه اف راه نيجاتيف مفهوم الشباب دونك يمكن لي دابا رسم لو طابلو دو فارياسيون اللي هو اكزاكتومون نفسه يعني عندي من 0 بلس لانفيني او في لو 1 لو 1 كيف ما حسبنا في الجي كيساوي لي 0 كيف ما حسبنا في الجي دو 1 عطاتني 0 ياك وكيف ما كنعرفوا ان جي دي اكس اللي هي اف بريم دونك امبليك كو اف بريم دو ان كيساوي ليا زيرو يعني هنايا واحد المماس افقي مفهوم فهاد البوان 1 0 او البوان 1 اف دو 1 يعني غنمشي نحسب يعني هي جي دي 1 و جي دي 1 او بيان اف او لا اسمحوا لي اف دو 1 يعني غنمشي نحسب هاد اف هادي يعني نعوض هنا 1 تعطيني 3 moins 1 ça fait 2 ln de 1 ça fait 0 0 sur 1 c'est 0 donc ça fait 2 enfin il y a 2 il y a 4 ça oui 1 f de 1 et il faut le point a dit qu'il y a une masse au fouqui il y a une tangente qui est horizontale enfin mes chabab donc 0 est le 1 f prime il y a dit 4 n'a dit il y a là donc avant ça fait plus et après moins مفهوم الشباب دونك راه هنايا كرواسونت اي هنا دي كرواسونت ياك الشباب دونك هادي هي اف لي ليميت كيف ما حسبنا ف كيما حسبنا في اف دو 1 عطاتني صافي 2 مفهوم ليميت في 0 بلس عطاتني اللي هي موال انفيني عطاتني في 0 بلس عطاتني هي موال انفيني في بلس انفيني عطاتني موال انفيني اللي هي هادي ها هي موال انفيني دونك طابلو دو فارياسيون راه فري يعني منطابق ليا مع هذوك لي ريزولتا اللي عطاوني مفهوم الشباب دونك دابا ندوزو للتراساج ديال 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 السد اف كيف ما قلنا في الفيديوهات اللي من قبل او ديجا هاد لا ميثود هادي اون فوا كنبغي نرسم السد اف اول حاجه كنبدا بها هما المماسات مفهوم المماسات هما اللي الاولين خصني نحاول نرسمهم المماسات اللي عندي كيف ما عرفنا بان المماس اللي عندي هو في البوان 1 2 كيف ما شفنا كاين واحد المماس افقي ياك الشباب
ونقعد المماس هذا نحاول ونرسمه. كشفنا من قبل المماس ديال او المستقيم دو المعادله مو اكس بلس واي واحد المقارب مائل. يعني هذا الشيء خصني نحاول اننا نرسمه بحال الامور هذه. نشوفوا دابا الرسم واش هون كذا غير واحد الرسم التقريبي. كيفما قلنا بان معرف غير في الزيرو بليس لانفيني يكفي اني نرسم غير لابارتي بوزيتيف، ولكن ماشي مشكل. رسم تقريبي وصافي ياك الشباب. دونك هذا هو لابسيس، هذا هو لوردوني لابسيس دو اكس صافي. دونك هنا اي اللي هي جي دي اكس او اف دي اكس، مفهوم؟ دونك يمكن لي دابا ديفيزي هادشي من غير رسم تقريبي وصافي. كيف ما قلنا غير في زيرو بلس مفهوم الشباب. دونك ناخد الباريم، هو تقريبا هو كل دو سنتيمتر واحد يونيتي، مفهوم؟ دونك في كل دو سنتيمتر كتساوي واحد يونيتي، واحد يونيتي اللي هي غنخدمو بها حنا، مفهوم؟ دونك كيف ما قلنا في البوان ان زيرو، لا او بالاحرى ان بوان ان دو اللي هي كاين واحد المماس افقي. دونك ان هو هذا، ان هو هذا، ناخدو ان ان، دونك كل دو فيها دو، دو تخوا ان دو موان زان موان دو، مفهوم؟ كيفما قلنا في لو 1 2 دونك عندي هنا 1 دونك 2 ici. دونك هذا البوان هذا بالضبط هنا، مفهوم؟ دونك هذه هي البروجيكسيون، هذه هي لا بروجيكسيون. دونك هذا البوان هذه كاين واحد المماس افقي كيفما شفنا اف بريم كتساوي ليا 0، مفهوم؟ المماس الاخر الضغوات اللي كيساوي اي كتساوي اكس مو اكس بلس 3. باش نرسمو يكفي انني نرسم او ان نعوض اكس بشي بوان ونجبد ايكغيك. الا عوضت بزيرو غيعطيني ايكغيك يساوي 3، يعني ايكغيك غيساوي لي ديريكتومون اللي هي دونك صافي. دونك نفترض انها هنا ايكغيك هي هنا او 3، فهم؟ عوضت اكس بلو 1 دونك موان 1 بلس 3 صافي 2. دونك اللي عوضت اكس ب 1 غيعطيني 2 في هذا البوان ايسي، فهم؟ يعني كاين واحد المماس واحد المستقيم هنا. عوضت بلو 2 غيعطيني 1 دونك 2 1 واحد البوان هنا، فهم الشباب؟ دونك يمكن لي نرسم دابا هاد الايكغيك هذا وفي لو 3 يعطيني هي زيرو. هو الشباب هنا كيف ما قلنا كاين واحد المماس افقي وهذا هو الضغوط اللي هو دلتا كما قلنا بانه اللي كيساوي لي ايكغيك، كيساوي لي ايكغيك كيساوي موا اكس بلس 3، يعني غيكون فوق منه. فهم الشباب دونك هنا مماس كما قلنا بانه غيكون مماس افقي يعني على هذا الشكل انطلاقا من جدول التغيرات. هنا كاين مماس افقي في لو 1 2 في 0 بلس كيساوي موان لانفيني، يعني محور الافاصيل يعني كي كمقارب يعني بحال هذا الشكل هذا، يعني غادي يجي باش نعرفوا البوان اللي كيقطع لينا بالضبط كيقطع لينا محور الافاصيل. يعني نمشي نحسب اف دو اكس كتساوي ليا 0 ايكيفو ك ليا 3 موان اكس بلس ln دو اكس سيغ x اس 3 تساوي ليا 0. دونك il existe واحد الفا او بيتا كي تقطع فيهم كي ابارتيان المهم ابارتيان ا 0 بلس لانفيني تيل كو هذيك الفونكسيون اف كتساوي ليا 0 بحيث اف دو اكس كتساوي ليا 0، يعني ضروري غيكون طالع وغادي عاوتاني يرجع، مفهوم؟ يعني il existe دو بوان فاش غادي يقطع لنا هذاك المحور ديال الافاصيل، مفهوم؟ يعني غيكون على هذا الشكل هذا.
فهم وهنا غيكون على اشكال. يعني يكون كمقارب مفهوم الشباب. يعني يمكن لي نسمي دابا هاد البوان هي الفا وهاد البوان هادي هي بيتا مفهوم الشباب. دونك هذا هو السد اف المنحنى ديال الداله اف. دونك هاد الالفا وهاد بيتا يمكن نجبدوهم بالتيوريم دي فالور انترميديير. دونك ناخذ واحد الانترفال ونبينوا بان اكزيست واحد اكزيست واحد الفا وبيتا اللي كينتميو لهذا المجال هذا بحيث اف دو اكس كتساوي ل زيرو. يعني يمكن يعني كل ما عوضت اف بعد الفا ولا بيتا راه كيساوي زيرو. يعني اكزيست هاد الفا وبيتا يعني راه كيقطع ليا سيد اف محور ديال لابسيس. دونك نتمنى يكون هاد الفيديو هذا مفهوم شويه وهاد الاكزرسيس. شي حاجه ما وضحاش شي حاجه ما مفهوماش يمكن لكم تخليوها في التعليق. وكيف ما كنقولوا بان راه الاراء ديالكم راه مهمه بالنسبه ليا يعني باش نحاول نوجه يعني نعرف فين غادي. يعني باش شي حاجه ما مفهوماش نرجع ليها شي حاجه ما بيناش في الاكزرسيس التمارين كيفاش دايرين. يعني هذوك الامور كاملين بغينا على الاقل باش نفهم شنو كاين باش نعرف انا شنو كاين. المهم نتمنى الفيديو يكون مفهوم والسلام عليكم.